شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية 28 والتي تبدأ أعمالها يوم الأربعاء المقبل في البحر الميت في الأردن. وناقش وزراء الخارجية خلال الاجتماع القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة العربية، ومن أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وتطورات الأوضاع في اليمن وفي ليبيا والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة مشاريع القرارات التي سوف تصدر عن القمة العربية. وقد أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الجلسة أن القمة تعقد في ظروف استثنائية بالغة الدقة، وذلك بسبب الأزمات الحالية التي تعصف بعدد من الدول العربية، مشيرا إلى أن الأزمة السورية هي أكبر أزمة تشهدها المنطقة، مشددا على أهمية تقديم الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين. من جانبه قال معالي السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية بالمملكة الأردنية الهاشمية إن الفوضى التي شهدتها بعض الدول العربية سمحت للبعض بالتسلل والتدخل. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد الصفدي أن العرب متفقون على مركزية القضية الفلسطينية، وشدد على أهمية إيجاد حل للأزمة السورية وفق القرارات الدولية، مشيرا إلى أن التحديات المشتركة تفرض عملا مشتركا لتجاوزها. قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن دي مستورا خلال الاجتماع عرضا لوزراء الخارجية حول تطورات الأوضاع في الجمهورية السورية ومسار المفاوضات بين مختلف الأطراف. الأردن يتسلم رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم ليبدأ رسميا بعدها اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الذي بدأ أعماله في البحر الميت. هذا الاجتماع الذي تضمنت أجندته أزمات تمر بها المنطقة تنوعت مشاهدها بين السياسة والاقتصاد، وكلاهما على حد سواء يتطلبان تعاونا مشتركا ليبقى الجسد العربي متماسكا قويا. قمة الأردن طرحت كل الملفات بموضوعية ولم تخجل من طرحها لهموم الوطن العربي، فالقضية الفلسطينية قضية العرب الأولى ما زالت تتصدر المشهد العربي، ومقعد سوريا الخالي تصدر الاجتماع في إشارة إلى أن شرارة الأزمة ما زالت مشتعلة. عدا عن الوضع في اليمن وليبيا والوضع الاقتصادي، كل هذا سوف تحتضنه قمة الأردن، قمة التغيير في مسار العمل العربي. يعني القمة كما تعرفين تنعقد في ظرف عربي صعب جدا، ثمة الكثير من التحديات التي تستدعي أن نتعاون معا كدول عربية شقيقة لمواجهتها. نأمل أن توفر هذه القمة كما قال جلالة الملك منبر لحوار عربي عميق يثمر تنسيق أكثر وعمل عربي مشترك لمواجهة التحديات وتحقيق طموحات شعوبنا إن شاء الله. الاجتماع أكد على ضرورة توحيد الصفوف العربية من جديد وطي صفحة الماضي لتفتح القمة صفحة جديدة من العمل العربي والتكامل المشترك في كافة المجالات. هذا الحضور العربي على مستوى القادة هو حضور متميز، يعني ربما أكثر القمم العربية لم يحضر مثل هكذا عدد من القادة حسب ما علمنا. سيناقشون القضية السورية، القضية الفلسطينية، القضية الليبية، قضية الإرهاب، القضية العراقية وقضية فلسطين بالتأكيد، خصوصا مع وجود إدارة أمريكية جديدة وطرح قضية لا حل، يعني قضية الدولتين. هناك رأي بأنه ليس بالضرورة، العرب سيؤكدون على إيقاف الاستيطان حسب ما عرفت، ويؤكدون على حل الدولتين إلى جانب الجانب الاقتصادي وجانب المصالحات العربية التي ستعقد. أنا أعتقد بأنها ممكن أن تكون مميزة بأولا التركيز على إدانة التدخلات الإيرانية وأخذ أكبر إجماع وتأييد لهذه النقطة، لأنها أصبحت موجودة في قناعات الجميع صراحة، وبالتالي هذه ميزة. ميزة الأخرى أنه ستكون هناك على هامش القمة نوع من اجتماعات يعني تخفيف التوتر بين بعض الدول أو لمصالحات.
الجميع يدرك تماما بأن التحديات التي تمر بها المنطقة يجب أن تقابلها تحركات من شأنها أن تحدث تغييرا لتسير السياسة والاقتصاد في خط متوازن من أجل صالح الشعوب العربية. المشهد السياسي هيمن بملفاته على أجندة اجتماع وزراء الخارجية اليوم، الذين بدورهم أكدوا على ضرورة تنسيق العمل العربي المشترك من أجل الخروج من ضائقة الأزمات والتحديات التي تعصف بالمنطقة. سهر عصفور، لتلفزيون البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، البحر الميت.